السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطفالي الأعزاء، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة تعلم واستفيد مع أم محمد. اليوم إن شاء الله غنديروا واحد الدعاء ديال النجاح بالنسبة لتلاميذ تانية بكالوريا. كنتمنى لهم التوفيق يا ربي، والله ينجحهم والله يكون معهم يا رب. إذا دعاء النجاح بإذن الله كما قلت بالنسبة لتلاميذ تانية بكالوريا، نتوكلوا على الله ونبداو ان شاء الله هالدعاء. اللهم ارزقني قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن. اللهم ألهمني الصواب في الجواب وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، واحفظني وأصلحني وأصلح بي الأمة. اللهم أخرجنا من ظلمات الدهر وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر لنا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. الوليدات تقولوا هذا الدعاء إن شاء الله ربي غيسر لكم في كل ما هو مستعصي يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. هاد الدعاء رائع للوليدات بالنسبه لتلاميذ البكالوريا، كنتمنى لهم التوفيق والنجاح. وما تنسوش الوليدات تشتركوا معي في القناه ديالي فضلا وليس امرا، ديروا جيم وتابوناو في لاشين ديالي، والله يوفق الجميع يا ربي، والله يكون مع الوليدات. تعلم واستفيد مع ام محمد اللي هي قناتي التعليميه المتواضعه. كنتمنى لكم التوفيق والله يوفقكم يا ربي، ومره اخرى الله ينجحكم يا ربي ويكون معكم يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.